مشاهدينا الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب تعلمنا جدا لما حدث في نيوزيلندا حيث قام شاب متطرف مدفوعا بالشر وبالغضب والرغبة في الانتقام وقام بقتل مصلين أبرياء في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش هذا العمل لا يوصف الا انه فعلا شر واثم واجرام في ابشع صوره ونحن نصلي حتى يعزي الرب ويسند كل الاسر الذين قتلوا افراد لهم في هذا الحادث الاثيم ونصلي ايضا من اجل المصابين حتى يمنحهم الله الشفاء ويعيدهم الى اسرهم سالمين قال الرب يسوع له كل المجد ان ابليس هو القتال للناس منذ البدء ولهذا فكل قتل للابرياء هو عمل شيطاني المؤسف والمحزن هو ان يستغل بعض الشيوخ هذا الحادث ليهاجموا الايمان المسيحي وكان المسيحيه بطبيعتها تحرض على القتل هذا الادعاء الكاذب لا يمت للحقيقه باي صله فمن قام بهذا العمل لم يصرخ يهوى أكبر أو المسيح أكبر كما أنه لم يكن مدفوعا بنصوص من الكتاب المقدس تدفعه لفعل الشر فالكتاب المقدس وتعاليم الرب يسوع له كل المجد تعلمنا أن نحب أعدائنا ونبارك لعيننا ونصلي من أجل الذين يسيئون إلينا هذا القاتل ليس له علاقة بالإيمان المسيحي لان المسيحي الحقيقي ليس ارهابيا ولا يرتكب الشر المشكله الكبيره في من يرتكبون القتل باسم الله ويذبحون ويغتصبون باسم الله وانا اتساءل اين هؤلاء الشيوخ عندما قام داعش بقتل وذبح وحرق واغتصاب الالاف الايزيديات الابرياء ماذا لماذا لم نسمع منهم كلمة واحدة تجرم هذا العمل الشنيع؟ لماذا كانوا يرسلون الاموال والنساء تحت مسمى جهاد النكاح لتعضيد الارهابيين في سوريا وفي العراق؟ لماذا لم نسمع منهم عندما يقتل الاقباط في مصر ويهجروا من بيوتهم وتختطف بناتهم لاجبارهم على الاسلام؟ لماذا لم نسمع منهم عندما تقوم الجماعات الاسلاميه الارهابيه بقتل وحرق المسيحيين في نيجيريا وباكستان وغيرها من البلاد الاسلاميه لماذا لم يكفر الازهر داعش ولماذا لم يعتبره جماعه ارهابيه لماذا يتنحى قاضي مسلم عن انصاف امراه مسكينه تم تعريتها واذلالها لماذا يقيد القانون ولا ينفذ حتى لا يحكم على المسلم المذنب بينما يطلق كأسد لينهش عظام غير المسلمين إن محور وقلب رسالتنا هي أن نقدم شخص المسيح الذي هو رئيس السلام والذي بدونه لن يختبر العالم السلام الحقيقي والرجاء الوحيد لهذا العالم الذي امتلأ بالعنف والقتل والذبح والإثم والشر والاختصاب هو في شخص يسوع المسيح رئيس السلام الذي يغير القلب والفكر ويحول الانسان ليكون صانعا للسلام مره ثانيه بنقدم تعازينا ومره ثانيه مازلنا بنصلي لاجل كل الذين انالهم الاذى سواء كافراد او كاسر مهما كانت ديانتهم وفالمسيح يحب الكل ويريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون قبل ما نتكلم عن موضوع حلقه النهارده حابين بس نحط اعلان كده خاص ب آآ آآ الارسال بتاع قناه الحياه وكمان هذا متوفر على كل القنوات اللي موجوده مثلا ماجيك بوكس اللي عنده ماجيك بوكس اللي عنده سلينج اللي عنده ايضا ابل تي في واللي عنده تربوش وزاب تي في وريل بلاير كل الموجود على الشاشه ده يمكنكم فعلا مشاهده قناه الحياه على التطبيقات والاجهزه اللي محتوى. في الليستة قدام حضراتكم ونصلي أنه يكون الإرسال كمان بتاع قناة الحياة لأنه كان في مشكلة في الفترة اللي فاتت أنه اللي فقد الإرسال يقدر أنه مرة تانية يسترجع الإرسال ويتابع مشاهده لقناة الحياة موضوع حلقة النهاردة هو هل تنبأ يعقوب عن السيد المسيح أم محمد؟ هل تنبأ يعقوب عن السيد المسيح أم عن محمد؟ وأنا في الحلقات اللي فاتت تكلمت عن أكثر من موضوع تكلمت عن موضوع الثالوث وناقشت الاعتقاد أو التصور اللي قدمه الأخ التاعب هو ليه كذا اسم ليه آه اسم ابو المنتصر آه محمد شاهين آه تعف انا مش عارف آه يعني انا ديب انهي اسم لكن هقول الاخ آه محمد شاهين آه لما قدم آه لنا تصور الاسلامي بيحاول ينفي حقيقه الثالوث وان المسيح لم يعلم عن الاسلام وان العهد الجديد سوري عن الثالوث وان العهد الجديد لم يعلم عن الثالوث وان بولس الرسول لم يعلم عن الثالوث أن الثالوث هو عقيدة مخترعة ليس لها أساس ليس لها أساس في الإيمان المسيحي وقدم هذه الأمور كلها وكمان قدم فيديو من 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 فتره بيرد على الفيديوهين اللي انا عملتهم الحلقات اللي فاتت اللي فيهم اثبت ان المسيح كان يعلم عن الثالوث وانه ايضا العهد الجديد كان يعلم عن الثالوث وانه بولس علم عن الثالوث ففي نهايه الفيديو كانه يعني بدل ما يشجع على الحوار وده اللي انا كنت طبعا انتظره انه حلو انه يكون في حوار وحلو انه يقدم ما عنده واقدم الرد اللي, اللي عندنا كمسيحيين لما يقدمه هو من ادله بيحاول ينفي فيها الحقائق والايمان المسيحي لكنه في جه في نهايه الـ الـ الفيديو وقدم زي تهديد يعني بنظام توقف عن انتقادنا وتوقف عن الردود اللي انت بتقدمها فخلونا نشوف التهديد ده وبعدين اجي نتكلم عن موضوع الحلقة تاني ورسالة للدكتور القصة اشرف عزمي ما تقفش قدام المدفع ما تقفش قدام القطر ما تقفش قدام المتخصصين في مقارنة الاديان المدفع والقطر يعني انا مش بقف لا قدام مدفع ولا قدام قطر يعني وده وعلى فكره دي مشكله العالم العربي ان كنت حابب ان انا الخصها انه اول ما يختلف معاك واول ما يعرفش انه يرد على طول يوصل لك التهديد يعني ما فيش ابدا فكره الحوار الراقي اللي ناخد وندي فيه وانه يقدم اقتناعاته ويقدم الردود لكن على طول اول لما يتزنق هو او غيره ابو عمر الباحث او غيره على طول اول لما يتزنق يا اما شتيمه زي ابو عمر الباحث يا اما تهديد زي ما قدمه محمد شاهين وانا على فكره انا عايز اقول لك كلمه انه انا فعلا بحترمك لان انا بشعر قد ايه إنه أنت بتبذل مجهود وبتقرأ وبتبحث لكن طبعاً بتدخل على النصوص الكتابية وعلى التفسير الكتابية باقتناعات عندك تحاول أن أنت تثبت هذه الاقتناعات لكن أرجع إلى موضوع الحلقة النهاردة هل تنبأ يعقوب عن السيد المسيح أم عن محمد أولاً. اللي بدا الفيديو الاخ محمد شاهين بدا الفيديو بمحاوله يثبت من خلالها يثبت من خلالها ان هناك توقع بمجيء آه نبي وبمجيء آه رسول الاسلام هذا التوقع وهذه النبوات موجوده في الاناجيل فانا هاخد فيديوهين ورا بعض بيورونا آه آه يعني هو بيفكر ازاي فخلونا ناخد الفيديو الاول والثاني مع بعض وبعدين نرد على هذه الفيديوهات نصوص مشهوره جدا في انجيل يوحنا ان اليهود جاءوا الى يوحنا المعمدان يسالوه هل انت المسيح هل انت ايليا هل انت النبي اذا اليهود بحسب هذا النص ينتظرون مجيء اكثر من شخص ينتظرون مجيء ايليا وينتظرون مجيء المسيح وينتظرون مجيء النبي وهناك نصوص كثيرة جدا تتكلم عن انتقال الملك والرياسة من بني إسرائيل إلى أمة أخرى على سبيل المثال مثل الكرمين المسيح نفسه يقول لبني إسرائيل ان ملكوت الله سينزع منكم ويعطى لأمة عمل أثمرها ايضا المسيح عليه السلام نفسه حاول أن يشكل على فهم اليهود التقليدي بان المسيح سيكون من نسل داود فسالهم قائلا المسيح ابن من هو فقالوا له ابن داود فأشكل عليهم المسيح قائلا كيف يكون ابن داود وداود نفسه يدعو بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك فبالتالي المسيح يشكل عليهم هذا الفهم التقليدي بأن المسيح سيكون من نسل داود أو ابن داود فهم خاطئ لأن داود نفسه يدعوه ربا فكيف يكون ابنه هذا نص كلام المسيح طبعا اليهود لم يستطيعوا الإجابة أو الرد على هذا السؤال إذا في النهاية نحن لا نسلم لليهود بأن المسيح المنتظر أو المسيح الرئيس أو النبي الخاتم لابد أن يكون من نسل داود لابد أن يكون من سبط يهوذا هناك نصوص كثيرة جدا في الكتاب المقدس تخالف هذا طيب هو أول حاجة بيقولها وأنا همشي فيها واحدة بواحدة في الفيديوهين اللي إحنا شفناهم دول، أول حاجة بيقولها إنه في توقع ب لما سألوا آآ الثوري لما سألوا يوحنا المعمدان إنه مين أنت؟ هل أنت المسيح أم أنت إيليا أم النبي؟ فبالتالي هناك ثلاث أشخاص في المسيح وفي إيليا وفي النبي. طبعا هو ما بيرجعش لاصل النصوص دي يعني المسيح او المسيا ده هو النبوات اللي بتتكلم عنه في الكتاب المقدس هو الشخصيه الرئيسيه المحوريه اللي موضوع نبوات العهد القديم ايليا لما هيجي هياتي بروح إليه ودوا بيكلم عنه في ملاخي أصحاح ثلاثة إنه الرب هيرسل ملاكه اللي هو هيكون بروح إليه اللي يمهد الطريق قدام مجيء المسيح ودون إشارة أيضا إلى يوحنا المعمدان لكن كمان حاجة ثالثة إنه النبي النبي في فكر اليهود وبالأخص في الكتابات بتاعة اليهود وتفسير اليهود لما يقول النبي هنا إشارة إلى سفر التسنية أصحاح 18 إنه الرب سيقيم نبي من وسط اخوتك له تسمعون ان هي النبوه اللي قالها الرب لموسى ان الرب هيقيم نبي من وسط اخوتك يعني من الامه اليهوديه الى اخر هذه النبوه طبعا في محاولات استماته إثبات أن النبي اللي اتكلم عنه هنا نبوة تسنية 18 هو نبي الإسلام والردود كلها موجودة يعني الموضوع ده اتهرى بحث وردود والردود كلها موجودة أنه ما ينفعش لا يمكن بأي صورة من الصور انه يكون النبي اللي بيتكلم عنه في تسنية 18 هو نبي الاسلام. لكن النقطة بقى الغريبة انه هو بيحاول يثبت انه في مملكة اللي هي مملكة يهوذا او شعب اسرائيل الشعب ده هيزول وانه الملك هيؤخذ منهم وهيعطى لامة اخرى تعمل اثماره. كويس؟ و والسؤال طبعا البديهي هل الاسلام او الامه الاسلاميه هي اللي بتعمل أسمار الله؟ يعني هل 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 افادت البشريه؟ هل استفاد منها العالم في شيء؟ هل الامه الاسلاميه هي افضل من شعب اسرائيل في خطاياه وفي بعده عن الرب الى اخر الجزء ده لكن الجزء اللي يهمني والغريب جدا بقى يعني أنا كنت أتمنى أن أنت تدرس النص ده لأنه النص ده بالنسبة لك إشكالية كبيرة جدا جدا النص دوّن الرب يسوع في حواره لي كل المجد مع الكتبة والفريسين بيقول لهم أنا عايز أسألك سؤال المسيح من هو؟ من هو؟ كويس؟ فقالوا له هو ابن داود قال لهم برافو لأن النبوات كلها في العهد القديم بتؤكد هذا أن المسيح سيكون ابن داود بحسب الجسد قال لهم طيب في مزمور 110 ها بيقول داود بالروح القدس داود اللي بكتب مزمور 110 بيقول بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع مو أعدائك موطئا لقدميه فإن كان المسيح هو ابن داود بحسب الجسد فكيف لداود أن يدعوه ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يمين والنص دوا بيثبت لنا إدراك المسيح لحقيقة شخصه أنه كان يعلم أنه رب داود مش بس ابن داود بحسب الجسد المسيح دخل إلينا في العالم الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا فهو بحسب الجسد ابن داود لكنه أيضا رب داود وسيد داود ودي النقطة اللي معرفش الكتبة والفرسين يجاوبوا عليها وكأنه بيقول أن المسيح له طبيعتين الطبيعة الإلهية التي تجعله رب داود والطبيعة الإنسانية التي تجعله ابن داود بحسب الجسد هو ما رجعش للنص ومدرس النص وعلى أساس كده قال لهم يبقى المسيح ما ينفعش يكون ابن داود لأن داود بيدعوه رباً ونسي ان النص ده بيستخدمه المسيح ومن فم المسيح لاثبات الوهيته. انه هو كلمه الله المتجسد. طيب ارجع الى الفكره الاساسيه عن عن النص بتاعنا النهارده اللي هو نبوه قالها يعقوب متعلقه بيهوذا. علشان نقدر نفهم النبوات ازاي ماشيه في الكتاب المقدس؟ لازم يبقى عندنا الصوره الكبيره شا يعني واضحه في ذهننا. اول النبوات خط النبوات بدا بدايره كبيره لو حطينا الدايره الكبيره انه الدايره الكبيره بتقول لنا انه المسيح هيكون نسل المراه. كويس؟ وده موجود في سفر التكوين اصحاح ثلاثه وعدد 15 انه نسل المراه يسحق راس الحية فهو هياتي من نسل المراه. ده المسية كويس النقطة الثانية بقى نسل المرأة دوا جي منه نوح ومن نوح خرج ثلاث أبناء سام وحام ويافث من أنهي واحد هيأتي المسية فيحدد لنا الكتاب أنه من نسل سام ويسكن الله في خيام سام فهيكون نسل المرأة ده الصورة الكبيرة لكنه بدأت الفوكس الفوكس واحنا ماشيين هنلاقي الفوكس بيبقى محدد أكتر فالمسيح نسل المرأة المسيح جاي من نسل سام نسل سام خرج منه أمم كثيرة زي ما احنا بنقرأ في سفر التكوين وفي إصحاح عشرة خرج من سام وحام ويافث أكتر من سبعين أمة كويس من أنهي بقى السبعين أمة دول هيأتي المسيا هنجد انه من نسل سام جاء ابراهيم كويس من نسل ابراهيم وبعدين بعد ابراهيم في اسحاق وفي يعقوب يعقوب آآ آآ يعقوب كان عنده 12 ابن 12 ابن من انهي واحد من ال 12 ابن دول هياتي المسيح يحدده لنا بقى يعقوب ويقول لنا انه سياتي من يهوذا هياتي من يهوذا بس حتى صبت يهوذا مليان كله عشائر وبيوت فمن اي عشيره او بيت سياتي المسيح سياتي من بيت داود شفتوا قد ايه الزوم الفوكس هنا واضح ازاي انه الدايره الكبيره نسل المراه ثم بتضيق الدايره بتضيق والدايره اللي بعدها بتضيق والدايره اللي بعدها بتضيق والدايره لحد لما يوصل الى انه يقول لنا انه جاي من بيت داود من من عند يعقوب بنعرف انه نسل يهوذا ولا سبط يهوذا هو السبط اللي اختاره الله لكي ياتي منه المسيح فهنا بتجيلنا النص الكتابي بيجيلنا نبوه يعقوب وكلام يعقوب لأبنائه أبناء الاثنى عشر وفي النص في عدد عشرة من عدد ثمانية بنجد كلامه موجه إلى الى يهوذا الاول راوبيم وبعدين شمعون وبعدين لاوي وبعدين بيجي الابن الرابع اللي هو يهوذا بيقول ايه بقى يعقوب ويعقوب البركه بتاعه يعقوب ليست مجرد بركه لما يكلمني عن ان يعقوب بارك الاسباط او ابراهيم بارك ابنه البركه دي بتحمل ايضا نبوات كلمات نبويه عن هذا الصبت هتتحقق في المستقبل فبيقول له يهوذا كويس اياك يحمد اخوتك يدك على قفا اعدائك بتكلم على قوته انه هيكون موضوع حمد وشكر لاخواته فخر يعني اخواته يفتخروا به وهيكون ايضا قوي للدرجه انه يده هتكون على قفا اعدائه يسجد لك بنو ابيك كويس يهوذا جر اسد من فريسه صعدت يا ابني جثى وربض كاسد وكلبوه من ينهض لا يزول قضيب من يهوذا وده موضوع النبوه لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون وله يكون خضوع الشعوب لا يزول قضيب ان الملك هيظل في يهوذا وانه التشريع اللي بيصدره الملك هيظل ايضا في بيت وفي سبط يهوذا وهيظل بيت يهوذا موجود حتى ياتي المسيا المنتظر الذي له يكون خضوع الشعوب شيلون وله يكون خضوع الشعوب يهوذا زي ما قلت هو احد ابناء يعقوب الاثنى عشر الابن الرابع وشملت بركه يعقوب ليهوذا اكثر من عنصر اول يهوز اول جزء ان يهوذا يصبح موضع حمد وفخر من اخواته ثاني حاجه انه يهوذا هيكون متفوق في اسرائيل ثالث حاجه هيكون منتصر على الاعداء رابع حاجه هيكون عنده غنى ونجاح وخامس حاجه منه سياتي الذي يكون له خضوع الشعوب ودي نبوة اليهود بيتفقوا والمسيحيين بيتفقوا على أن النبوة دي مبو نبوة واضحة جدا صريحة بتتكلم عن المسيح المنتظر طيب لما نأتي إلى معنى كلمة شلون وده متفق عليه مش هدخل بقى في المعاني الكثيرة سواء إذا كان بيشير إلى مكان ولا بيشير إلى وصف ولا بيشير إلى لكن هقول اللي بيتفق عليه غالبية العلماء المحافظين أن شيلون معناها الذي له belongs to him كويس هذا ايضا وده موجود في سفر حزقيال 21 و27 هذا ايضا لا يكون حتى ياتي الذي له الحب فاعطيه اياه ف فال... اللي ال... بيقول لنا النص الكتابي انه حتى ياتي الذي له الملك والمشترع اللي هو له يكون خضوع الشعوب الذي له الاكرام والمجد والسجود والعباده الذي هو مشتهى الامم والذي هو أيضا شعب إسرائيل ينتظر لكي يأتي المسيا المخلص الوحيد حقيقتين مرتبطتين بهذه النبوة النبوة بتقول لي أنه لن ينتهي سبط يهوذا حتى يأتي منه المسيا المنتظر دي أول حية بمعنى أنه لا يزول قضيب ومشترع من بين رجليه حتى يأتي بمعنى أنه سيظل موجود ولن ينتهي سبط يهوذا حتى ياتي منه المسيح المسيح اللي جاي ده الحقيقه الثانيه هيكون له يكون له خضوع الشعوب والامم وكل كل الناس طيب اما نيجي الى الكلام عن شلو و اللي هو بيوضح لنا في, في في جزء من الفيديو الاخ محمد شاهين بيوضح لنا انه النبوه بتتكلم عن شيلون وانه هناك يعني معضله وهي انه ما ينفعش الكلام اللي اتقال عن شيلون ده شيلون هنا يتحقق في المسيح فهناك أكثر من معضلة المعضلة الأولى أنه المسيح من من سبط يهوذا فكيف يقول أنه لا يزول قديم من يهوذا حتى يأتي من هو من سبط يهوذا المعضلة الثانية بيقول أنه كلمة حتى تشير إلى انتهاء مملكة وبداية مملكة فخلونا نأخذ الفيديو السادس والسابع فيديو ستة وسبعة نفهم هو رايح فين علشان نقدر نجاوب عليه هنسيب أربعة وخمسة وناخد ستة وسبعة النصارى كلهم على اتفاق بأن المسيح نفسه من سبط يهوذا فكيف سيزول الملك من سبط يهوذا عندما يأتي هذا الشخص وهو نفسه من سبط يهوذا طيب أحب أن أقول نقطة في غاية مهم جدا بيقوله بيقول إيه بيقول إنه المسيح من سبط يهوذا فكيف ليقول النص الكتابي ان التشريع وانه الملك لن يزول من سبط يهوذا هو شايف انه دي مشكله شايف انه دي مشكله خلينا نكمل مع بعض ونشوف هيفكر فيها ازاي اتحب ان اقول نقطه في غايه الاهميه ان النصارى بيقولوا اولا المسيح من نسل يهوذا فبالتالي دي اشكاليه مع هذه النبوه وبعدين النصارى بيقولوا اه هو في البدايه كان لبني اسرائيل وبعدين كان طب انا مش عارف انا لكن مش عارف لكن إيه المشكله في انه المسيح يكون ما المسيح مش عارف خلوني اعلق على الجزء ده انا مش عارف ايه المشكله ان يكون المسيح من نسل يهوذا والنبوه بتتكلم عن نسل يهوذا انا لسه مش شايف مشكله فيها يعني انا ممكن اقول انه انه لن تزول اسره حتى ياتي ابن او وريث شرعي ما فيهاش اي تناقض المشكله في انه يكون المسيح من سبط يهوذا هو كل الهدف بتاعه عايز يثبت انه المسيح بما انه من سبط يهوذا يبقى النبوه ما ينفعش لانه عايز يثبت انه لازم سبط يهوذا يزول علشان تاتي مملكه اخرى وشعب اخر ياخذ مكان سبط يهوذا وهذه المملكه وهذا الشعب هو محمد والمملكة الإسلامية ده اللي عايز يوصل له فبالتالي بيحاول أنه يلوي النص ويطلع فيه مشاكل ونشوف المشاكل دي ليس لها أي قيمة لكن بيحاول يلوي النص ويطلع فيه مشاكل علشان يوصل للي هو عايزه أنه لازم يزول يهوذا علشان تأتي مملكة أخرى كويس مختلفة عن يهوذا وبيتحقق فيها الكلام ده ناخد الفيديو رقم سبعة إن كان للأمم لكن في الحقيقة الأمم ما بتطيعش المسيح لأن المسيح ما جاش بأمر المسيح ما جاش بحكم المسيح ما جاش بشريعة الأمم بتؤمن بالمسيح وهناك فرق كبير بمعنى أن الديانة المسيحية مش دايرة حوالين كلام المسيح بتطيعه وبتحكم بأمره لكن الديانة المسيحية دائرة حول شخص المسيح وفعله التاريخي انه اتصلب ومات وامن الاموات فبالتالي الامم مش بتخضع له وبتطيعه لا الامم بتؤمن بفعله الكفار بما انه المسيح مش بتخضع لي الامم كويس ولم يخضع الامم لا بالسيف ولا بالحرب ولا بالغزوات كويس ولا بالاستلاء على بلاد ليست من حقه ما دام المسيح لم يفعل هذا فالمسيح ما ينفعش تحقق في النبوه دي وهو لا يعلم ان المسيح ملك على العالم كله لكنه ملك على العالم باراده العالم لما غير القلوب العالم ولما صارت المسيحيه في القرن الاول والثاني والثالث والرابع والخامس هي الديانه او هي الايمان الذي كان يسود على هذا العالم فالمسيح لم يسد بالسيف ولم يخضع الشعوب بالسيف وبالارهاب وبالحرب و وب... يا اما انك تؤمن يا اما انك تموت يا اما انك تدفع جزيه المسيح امتلك على العالم وخضع له العالم روحيا كويس لكنه هيتحقق ايضا في المجيء الثاني ان سيخضع له العالم ايضا جسديا او فعليا عندما تكثو باسم يسوع كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب لكن النقطة اللي هو عايز يثبتها عايز يثبت ويقول أنه لازم يهوذا يزول كويس أنا هاجي إلى سؤال مهم جدا سؤال مهم هو مرتبط بالنبوة نفسها هل النبوة وده السؤال اللي انا عايز اساله هل النبوة تتحدث عن زوال حكم وبداية حكم اخر لا يزول قضيب حتى ياتي هل معني كده انه لازم بلد او لازم حكم يتشال وياتي حكم بداله، هل تتحدث عن زوال مملكه يهوذا وبدايه مملكه اخرى مختلفه عن يهوذا؟ هل النبوه ده موضوعها الاساسي؟ ام ام انها تتحدث عن امانه الله نحو مواعيده؟ وأن الله سيحافظ بقوة على سبط يهوذا حتى لا ينتهي وأن كل محاولات إبادة يهوذا سوف تبوء بالفشل لأن الله أمين نحو وعده الله نبوة بتتكلم بتقول الله سيحفظ يهوذا من الزوال حتى حتى يأتي الملك العظيم المسيح المنتظر ابن داود بحسب الجسد فهو النص الكتابي لا يتحدث عن زوال يهوذا ومملكة أخرى تأتي لكن بيتحدث عن حفظ الله وأمانة الله نحو مواعيده إلى أن يأتي المسيح وتكتم ويكمل كابن داود ملكه على الشعوب وعلى الأمم وعلى الألسنة أجي إلى جزء مهم كلمة حتى ماذا تعني كلمة حتى؟ كلمة حتى هل تعني انه لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي معناها انه الاولاني ده اتشال اتزال وبعدين هتيجي وح حاجة جديدة ام انه المعنى مختلف؟ لو رحنا إلى القواميس اللغوية وبالاخص في كلمة عاد اللي هي الكلمة اللي بتترجم أنتل أو بترجمها بالعربي حتى كويس؟ بيقول لنا هنا إيه؟ بيقول لنا انا حطيتها حتى بالاحمر but but only relative beyond which the action is of our state described in the principles clause still continue بمعنى انه الفعل هيستمر والمبدا هيستمر لا تعني ابدا نهايه امر وبدايه امر وبعدين في اكثر من شاهد كتابي بياكدوا لنا هذا الامر شو بيقول هنا ايه بيقول وزرع اسحاق في تلك السنه فأصاب في تلك السنه مئة ضعف وبارك الرب وباركه الرب فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما يبقى هل توقف انه انه يبارك وانه هناك ضع اضعاف وبركه عظيمه في حياته؟ كلمه حتى لا تعني انتهاء الموقف الاولاني كلمه حتى تعني انه وصل الى القمه والذروه كلمه حتى تعني انه وصل الى هذه الدرجه من العظمه حتى صار عظيما جدا فهي تعني استمراره في الغنى استمراره في البركه استمراره في الحصاد المضاعف وبركه الرب الى الدرجه اللي فيها وصل الى القمه انه صار عظيما جدا شاهد اخر برضو كلمة عاد برضو بتستخدم فيها وبيقول إيه وها أنا معك الرب بيقول لي يعقوب وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به هل معنى كده أن الرب هيترك, هيترك يعقوب ولا, ولا يهتم به وتنتهي فترة رعاية الله ليعقوب مع كلمة حتى لا ده الله هيستمر وحتى إن فعل كل ما كلم به يعقوب هيستمر الله في حفظه ورعايته وبركته ليعقوب، فلا تعني انتهاء وبدايه ولا تعني زوال وشيء جديد يجي للسورة وهنا كمان بنجد في مزمور 110 110 مزمور من زي ما قلنا من المزامير المسيانيه اللي هو اقتبسها في البدايه، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدمي، هل سيزول جلوسه عن يمين العظمه في الاعالي بعد ان يضع الرب اعدائه موطئا لقدميه؟ لا الشاهد الاخير الرابع في خروج 15 يقول تقع عليهم الهيبة وهنا بيتكلم عن الأمم اللي راحين ليهم في أرض كنعان بعد خروجهم من أرض إسرائيل من أرض مصر و رؤيتهم وعبرهم للبحر الأحمر رن موسى ومريم وشعب إسرائيل هذه الترنيمة وقالوا إيه تقع عليهم الهيبة بيتكلم على شعوب كنعان والرعب بعظمة زراعك يصمتون كالحجر حتى يعبر شعبك يا رب حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته يعني الأمم دي هتصمت ولن تفتح فيها طب بعد لما يعبروا برضو لن تفتح فيها فهي في استمرارية للوضع فلما يجي هنا يقول لا يزول قضيب من من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي لا يعني أنه يهوذا هيزال وهيأتي مملكة جديدة ما بيعنيش كده خالص لا يعني هذا الأمر وده على فكرة عدد كبير جدا من المفسرين بيقول هذا كلام وهو هو مقتنع أنه السبب اللي بيخلينا نؤمن بكده أنه إحنا كيهود أو كمسيحيين عندنا اقتناع أنه المسيح لابد أن يكون من بيت داود ده دا مش اقتناع ولا ده اقتناع مسبق ده إيمان ده مبني على النصوص الكتابية مبني على كل تعاليم العهد القديم اليهود لا يمكن ان ينكر ده والمسيح ايضا لا يمكن ان ينكر ده لكن علشان هو يخرج النبوه من اطارها الطبيعي ويخليها تتحقق في رسول الاسلام لابد انه يعمل كده انه يفكر في كلمه حتى معناها انها تشير الى الزوال فيديو تسعة بيورينا الجزء ده وأنا هتكلم عن إزاي الله حفظ إسرائيل خلال التاريخ كله فخلينا نشوف فيديو تسعة وهو بيكلمني عن كلمة حتى نأتي إلى النقطة الجوهرية النقطة المتعلقة بكلمة حتى الملك سيظل حتى يأتي من له الملك وله خضوع الشعوب اكبر خلاف ما بين المفسرين او اكتر حقيقه المفسرين مش عايزين يقبلوها ان النص واضح جدا جدا وصريح في انه يقول بان الملك سيزول عندما ياتي شلو او ان الملك سيظل باقيا حتى ياتي شلو فعندما ياتي لن يبقى الملك في يهوذا المعنى ده واضح جدا جدا وصريح لكن علشان اليهود والنصارى عندهم قناعة مسبقة ان المسيح المنتظر لازم يكون من نسل يهوذا فهم رفضين هذا المعنى الواضح انا ما اعرفش المعنى الواضح جدا النص ما بيقولش كده ده حتى استخدام كلمة حتى في الشواهد اللي انا جبتها كويس وانا جبت بس عينة بسيطة من الشواهد لا يشير الى زوال يهوذا او زوال ما موجود من قبل وبدايه شيء جديد يعني مش لان احنا عندنا اقتناعات مسبقه ده انت اللي دخيل انت اللي عايز تسرق النبوه دي بصراحه وتخليها تتحقق في رسول الاسلام لكن هي حقيقه ما ينفعش تحقق في رسول الاسلام وانا اتكلم عن الجزء ده لكن خليني قبل ما اخد اكمل مع حضراتكم نقاشنا في هذا الجزء خلينا ناخد مكالمه وبعدين نكمل حديثنا الاخ زيتوني تفضل اهلا دكتور عزمي اهلا بك يا اخ زيتوني وبيك اخ دكتور عزمي عايش كيف يا دكتور عزمي لاباس نشكر ربنا انت عامل ايه وبيك عايش اولا والله المتدخل هو لما حال يكون عاما في في مقارنه الاجيال وانا كمسلم اشكر هذا الشاب الذي يتدخل ويتكلم اولا ثانيا عندما تقول بأن الإسلام دكتور عزمي قد أتى بالسيف، والله أنا بتحداك تعطيني تمدني بآية من القرآن بأن الإسلام أتى بالسيف، لو تكرمت تعطيني آية واحدة في القرآن تقول بأن الإسلام قد دخل بكلمة سيف في القرآن، هل عندك آية آه 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 من القرآن تكون سيف أو دخل بالسيف دكتور عزمي؟ انت مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله يا لاخ زيتوني اي انا اريد ايه انت انت مقتنع انت, انت لا لا خليني بس خليني انت مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله انا مش شايف ان انت مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله انت انت اخ زيتوني بتحاول ان انت تجمل الاسلام وده من حقك زي ما انا برضو بحب ايماني وبدافع عنه بس الواقع يا أخ زيتوني وانت عارف كده الحقيقة لا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية هي الوراء كل ما حدث في التاريخ من غزوات ومن آه امتلاك الأراضي ومن انتشار للإسلام دخل الإسلام إزاي لمصر ودخل إزاي الجزائر دخل إزاي الجزائر الإسلام دخل إزاي دخل, إزاي؟ دخل بالسيف هو دخل الناس خلينا بس اسالك دخل ازاي الاسلام الى شمال افريقيا دكتور عزمي ممكن أتكلم. هل 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 المسلمين اللي كانوا موجودين في السعوديه بعتوا مرسلين ها برساله الاسلام علشان يعيشوا مع الناس ويقدموا رسالة الإسلام السامحة ويكلموا الناس عن رسول الإسلام والناس اللي يقبل يقبل واللي يرفض يرفض واللي يضطهدهم يضطهدهم ولا دخلوا بالجيوش إلى هذه البلاد يا دكتور عزمي ممكن أن أتكلم اتفضل سامعك يا أخي زيتون أنا طلبت منك وقلت له آية من القرآن وأنت لم تأتي بآية من القرآن وأنا مقتنع نعم مقتنع أنا مسلم أولا ثانيا بالله تتكلم يكرم لك الرب إلهك نبيا من أوساد المواهب ثم يقول وأجعل كلامي كلامي في فمه عندما نقرأ نقض بالله أعلم وأنا أمامي الكتاب المقدس يقول ماذا يقول رأيت أنا أيضا أنتم طبعتوا كل شيء من الأول بالتفكير، من كتب الأناجيب؟ لا، هل الأناجيب هل توجد أناجيب؟ هل توجد أناجيب بالعربية يا دكتور عزمي؟ هل يوجد كتاب آه اسمه كتاب يسوع؟ آه هل؟ بالله لا يتعجب، نقول أخي زيتوني، لا شك أن ينقد هل هذه شريعة يسوع؟ أخي زيتوني، خليني أكلمك بس بأمانة. يعني وانا انا بحبك كشخص فعلا يعني وبشوف الغيره اللي عندك وانت شخص غيور على على دينك لكن هي الفكره مش موضوع دين ودفاع عن الدين هي الفكره اخ زيتوني انه انت لابد ان انت تسال نفسك سؤال مهم جدا السؤال ده ايه الفرق بين المسيح ومحمد؟ الفرق؟ وإن كان ثواني إن كان إن كان هناك إن كان هناك تعاليم إلهية إن كان هناك تعاليم إلهية كيف تكون هذه التعاليم إيه طبيعتها إن كان الله عايز يعلمنا شيء والله كلي المحبة وكلية القداسة وكلية البر وكلية العظمة الله إذا أراد إنه يعلمنا شيء الله إذا أراد إنه يتكلم معانا بشيء كويس إيه اللي هيقوله لنا ربنا؟ إيه المبادئ اللي أنا هتعلمها من الله اللي تساعدني إن أنا أكون إنسان صالح محب مضحي مفيد لبلدي مفيد لأسرتي إنسان بيبتعد عن كل الفسق والشرور والكذب والغضب والنفاق أليس هذه هي مبادئ نقول عليها مبادئ عالية سامية نزلة من فوق هل هل قارنت ما بين تعاليم رسول الإسلام وما بين تعاليم الرب يسوع المسيح؟ هل قارنت ما بين ما بين من ينادي هل قارنت ما بين من ينادي وكان يأخذ الخمس من الأغنام والذي قتل اليهود أكثر من 800 شخص والذي أيضا كل اللي اختلف معاه كان يرسل احد من اتباعه ياتي ينهي حياته هل قارنت ما بين هذه الحياه اللي كان مدفوعه بشهوات جنسيه وزوجات ورغبات ماديه ما بين حياه الرب يسوع الذي عاش ولم يفعل خطيه ولم يوجد في فمه غش الذي قال احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم الذي قال لكي تكونوا كابوكم السماوي ان لم يزد بركم كالكتب والفرسين لن تدخلوا ملكوت السماوات اللي قال كل هذه طوبى المساكين بالروح أخي زيتوني انت لو عملت بس مقارنه وانا فعلا انا نفسي انه تخرج بره فكره الاطار حتى الاخ اللي هو اتربى في بيت مسيح انا مش عايزه يبقى مسيحي بالاسم انا عايزه ايضا يدرس ويقارن وعينه تتفتح على الحق ويطلب من الله انه يعينه على معرفه الحق لكن اذا عملت مقارنه يا اخ زيتوني انت بتقارن ما بين السماء والارض انت بتقارن ما بين النور والظلمه انت بتقارن ما بين الحياه ممكن انا الدكتور الو تفضل بالله عليك بالله يا دكتور عزمي وانا زي ما قلت يقول في السماوات الاول عمليه أنا بالله بالله يا أخي زيتون أخي زيتون أنا عندك ثلاث حلقات أنا عملتهم عن العنف في العهد القديم من كام من شهرين يمكن الحلقات دي موجودة على برنامج عبر الكتاب وموجودة أيضا على اليوتيوب وموجودة على صفحة إسلام إكسبليند تقدر تدخل على الثلاث حلقات دول اتفرج عليهم الأول وبعدين نيجي نناقش لان انا اتكلمت عن المواضيع دي وقدمت ردود وليه النصوص دي كلها اتقالت فانا مش هعيد الكلام ده وخرجني بره موضوع الحلقه فانا بشكرك يا اخي زيتوني اتمنى انك ترجع الى الحلقات اللي اتكلمت عن الموضوع ده نيجي الموضوع المهم اللي بنتكلم فيه إح... ازاي كلمه حتى لا تعني زوال وبدايه شيء ان الرب على فكره كان امين جدا نحو يهوذا يهوذا هو السبط الذي ظل بالرغم من كل المحاولات اللي تمت في التاريخ لاباده يهوذا ولاباده بيت داود الاسباط العشره اللي كانوا في الشمال ما نعرفش عنهم حاجه، راحوا للسبي وما رجعوش كويس؟ سبط يهوذا الرب حافظ على سبط يهوذا وعلى بيت داود حتى اتى منه شخص الرب يسوع. محاوله اولى تمت للانتهاء من بيت داود، إنه وانس إن أنت شلت المملكة أو الـ 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 الملك من بيت داود وشلت الملك اللي هو من نسل داود وجبت واحد تاني وعملت مملكة جديدة. انتهت الاسره الاولانيه وجت اسره جديده لكن بيت داود ظل من وقت داود يحكم حتى اتى منه المسيح المحاوله الاولى اللي كانت لاباده بيت داود كانت موجوده في اشعياء اصحاح سبعة نقول ايه يقول الكتاب وحدث في ايام احاز احاز دوان من نسل داود ابن يوتام بن عزيه ملك يهوذا ان ملك ارام راسين ملك ارام صعد مع فقح بن رماليا ملك اسرائيل يبقى ارام اتفقت مع اسرائيل اللي هي المملكة الشمالية على المملكة الجنوبية اللي هي كانت سبط يهوذا الى اورشليم لمحاربتها فلم يقدر ان يحاربها وأخبر بيت داود وقيل له قد حلت أرام في أفرايم فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام ريا فقال الرب الإشعياء أخرج لملاقاة أحاز اللي هو خايف أنت وشار يشوب ابنك إلى طرف قناة البركة العليا إلى سكة حقل القصار كويس وبعدين يقول وقل له احترز وهدأ لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنب هاتين الشعلتين المدخنتين بحمو غضب رصين وأرام وابن رمية لأن أرام تآمرت تأمرت عليك بالشر مع أفرايم وابن رماليا قائلة نصعد على يهوذا ده الهدف نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملك ابن طبوئيل هكذا يقول السيد الرب لا تقوم لا تكون يبقى الغرض اللي كان آرام عايزاه مع اسرائيل كانوا عايزينه انه يشيلوا يهوذا ويشيلوا بيت داود ويشيلوا الملك اللي هو من نسل داود ويحطوا اسره جديده تحل مكانهم بدلهم كويس الرب قال لا تقوم لا تكون والرب حفظ بيت داود من الإبادة ومن الزوال محاولة تانية تمت في أيام عثالية لما كانت ملكة أم أحزية كويس إن ابنها قد مات لما رأت إن ابنها قد مات قامت وأبادت جميع النسل الملكي من بيت يهوذا أما آه يهو شبعة بنت الملك فأخذت يؤاش ابن أخزية وسرقته من وسط بني الملك الملك الذين الذين قتلوا وجعلته هو ومرضعته في مخدع سرير وخبأته يهوشع بنت الملك يهورام امرأة يهودع الكان لأنها كانت أخت أخزية من وجه عثالية فلم تقتله وكان معهم في بيت الله مختبئا ست سنين وعثالية ملك على الأرض كانت المحاولة قتلوا سبعين واحد وفاضل واحد بس من بيت داود اللي هو يوشية وكان صغير طفل صغير كان لسه مولود فخبأوه والرب حفظ بيت داود وملك بعد كده يوشية على بيت داود الرب حفظ وعده ولم يجعل حتى لما ذهب يهوذا إلى السبي ودمرت أورشليم الرب أبقى بقية في إسرائيل ويقول الكتاب لولا أن الرب أبقى لنا بقية لصرنا مثل سادوم وشابهنا عمورة بمعنى الدمر النهائي لكن من أمانة الرب أنه استبقى بقية وجعل بيت داود أيضا باقي حتى بعد الرجوع من السب كان زاروا بابل من بيت داود واستمر أيضا إلى أن أتى واستمر بيت داود وإن كان بيت داود لا يعني بصورة يملك زي مريم و و و و وأسرتها إلا أنه كان بيت داود موجود وبما أن المال بيت موجود فالملك يأتي من هذا البيت الشرعي لملك المسيح أكلم أيضا عن جزء آخر مهم جدا في النبوة دي انه هو بيحاول يثبت انه لابد انه يهوذا يزول عشان ياتي الملك المملكة الاخرى اللي تصنع اثمارا تصنع اثمارا للطليق بالله يعني ودي المملكة اللي هي مملكة المملكة الاسلامية ليه بقى النبوه دي بيشوفها انها بتتحقق في رسول الاسلام؟ خلونا ناخذ فيديو 10 و11 لانه هيورينا الاجابه على هذه الجزء. وفهم اخر محتمل ان شلوه وصف ولكن وصف سيحدث له يقول until tribute is brought to him يعني وصف لما سيحدث له. وليس وصف له until tribute is brought to him حتى يتم تقديم الجزيه له هذه ترجمه محتمله لكلمه tribute يعني الناس هتيجي تقدم له حاجات من الذي كان ياخذ الجزيه من الناس وهتخضع له الشعوب وتدفع له الجزيه ننتقل الى نقطه اخرى في غايه الاهميه نقطة جوهرية أكثر من مرجع يذكر أن كلمة شيلو العبرية قد تكون لها علاقة بالكلمة العبرية التي تعني سلام مرجع The Expositor's Bible Commentary يشير إلى أن البعض يقول أن الكلمة العبرية شيلو قد تكون من الجذر شلاه to be peaceful Thus شيلو is the man of peace. Shiloh هو رجل السلام أو الإسلام. لا يمكن لأحد أن ينكر أن لو بالفعل شيلو له علاقة بسلم أو سلام وبعدين تطيع الأمم، نبوة واضحة جدا. أن الملك سينتقل من يهوذا عندما يأتي رجل السلام أو نبي الإسلام. طب هو الكلام اللي قاله ده بيناقض نفسه بنفسه ليه لانه بيقول اولا ان اول حاجه يكون له التريبيوت وفسر كلمه تريبيوت معناها الجزيه وانه الشعوب الشعوب هتخضع لي غصب عنها وهتدفع له ايه تدفع له الجزيه وهو طبعا الجزيه ده جزء اساسي من اول تاريخ الاسلام من اول لما كان رسول الاسلام بياخد خمس الغنائم كويس فهو يخضع شعوب والشعوب تدفع له الجزيه ويخضعها غصب عنه، وبعدين يقول عنه وهو رسول السلام، الاسلام، هل معنى اولا هل ينفع أن الاثنين يمشوا مع بعض؟ ما ينفعش ابدا الاثنين يمشوا مع بعض، ليه؟ لانه لا تاريخ الاسلام ولا تاريخ رسول الاسلام كان فيه نوع من السلام. وكلمه الاسلام لا تعني سلام، دي تضحكوا بيها على الغرب. لكن ما بيها على اللي في العربي وعارفين يعني ايه كلمه اسلام لما واحد مسلم يروح الغرب يقول لك كلمه سلام او اسلام معناها بيس لا يا حبيبي هي مش بيس اتس سبميشن اتس خضوع اتس اذلال كويس عمر الاسلام ما اتى بالسلام لما يحط قدامي ثلاث اختيارات يا الموت يا الاسلام يا الجزيه ده ما يبقى سلام ده يبقى اذلال للناس لا حياه الرسول الاسلام كانت سلام ولا الاسلام عمره دخل في مكان واوجد فيه سلام كويس فالسلام هو وحيد في شخص يسوع المسيح شخص يسوع المسيح اللي انت رافض ان انت تقبل النبوه دي عنه مع ان اليهود والمسيحيين اللي بيؤمنوا بالكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد عارفين ان النبوه دي مش ممكن تخرج عن انها تشير الى المسيح بكل معنى من المعاني لغويا ومن ناحيه القرينه ومن ناحيه السياق وكل شيء ما ينفعش ابدا النبوه دي ما تتحققش الا في الا في شخص المسيح النبوه بتتكلم عنه ليه؟ لانه اشعياء نفسه قال إنه نعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا أبا أبديا رئيس السلام فالمسيح هو رئيس السلام لماذا المسيح هو رئيس السلام لأن المسيح عندما يملك على القلب يملك بسلام يأتي بسلام فرح محبة فرح سلام لان ايضا ارساليه المسيح هي ارساليه سلام، المسيح اتى لكل العالم يحب الكل ويقبل الكل بعيدا عن اي انتماء جنسي او اي انتماء لون او اي انتماء آآ آآ يعني آآ من اي جنس من الاجناس، المسيح للكل يحب الكل وهو اتى لاجل الكل، جاء لاجل المرضى ولاجل الخطاه. لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى ده اللي اتى من اجل المسيح اللي كان بيشفي ويقيم بعيدا عن امن بيه او ما امنش بيه الذي كان يعني بيحترم انسانيه الانسان اتى بالسلام بعيدا عن المسيح لا يوجد سلام عندما يسود المسيح على القلب عندما يسود المسيح على حياه انسان حتى علاقته مع الاخرين بيبقى فيها سلام بيتعلم يحب ويعطي ويضحي ويحترم ويكرم الاخر ده المسيح الحقيقي المسيحيه لما كانت تدخل بلد كانت بتغيرها للافضل كانت بتغير مواطنيها للافضل المسيح بموته وقيامته صنع هذا السلام وجعله ممكن بين الانسان والله وبين الانسان واخيه الانسان. عشان كده النبوه دي ما ينفعش تتحقق الا في شخص المسيح. اللي هو رئيس السلام الذي تخضع له الشعوب ليس اجبارا ولكن طوعا وحبا. وده الفرق الكبير ما بين الإنسان المسيحي أنه اللي المسيح طوعا وحبا والإنسان الآخر اللي ممكن يبقى مسلم إجبارا وخوفا وإذلالا هذا هو يسوع لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه ويستمر ده حتى يأتي القمة العليا بتاعتها شخص المسيح الذي سيملك إلى الأبد وملكوته لا ينتهي الى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم